اهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. خلونا في الايجابيات، اقعدوا كده وركزوا، هاتوا الشاي والقهوة ونفطر كده ونقعد نتكلم ونفخر بشباب بلدنا اللي بيرفع علم مصر وبيجيب لنا ميداليات. وزي ما شفنا الفقرة الاولانية كان خير سفراء لبلدنا، نفخر بس بشبابنا وما نقللش من قيمة اي انجاز بنعمله ولا نسخر منه على الفيسبوك بشكل اللي احنا بنشوفه. لا، نركز بقى في الايجابيات وندعم ونقف جنبهم ونديهم دفعه عشان هم دايما بيشرفونا. تعالوا نروح لموضوع تاني خالص. النهارده الابطال الاولمبيات الخاص المصري اللي شرفونا وقدروا ان هم يشاركوا في من 14 مارس ل 25 مارس في بطوله العالم اداره الالعاب العالميه الشتويه اللي كانت في النمسا ورجعوا بخمس ميداليات. تعالوا نتعرف اكتر عليهم ونعرف الرحله كانت عامله ازاي والتدريب الشاق اللي عملوه عشان خاطر يرفعوا علم مصر ويجيبوا الميداليات دي. خلونا نرحب بالكباتن المشرفين النهارده. خلونا نتكلم، ناخد اول حاجه كابتن وجدي صلاح الدين مدير الفني للجري على الجليد. صباح الخير يا فندم. صباح النور، منورنا. واللاعبه البطله الكبيره الاء عبد العزيز صاحبه الميداليه البرونزيه للجري على الجليد. صباح الفل. صباح الخير، ازيك؟ كويسة. كله تمام؟ كله تمام. هنتكلم على الجري على الجليد ده وتشرحي لي عشان انا الواحد بيجري في الشارع الكعبي، نجري على الجليد ده صعب صح؟ لا سهلة. طب هنتكلم عليه. خلينا نروح كمان للاعب يوسف حسين يوسف، لاعب فريق مصر منتخب مصر للهوكي البطل الكبير. صباح الفل. صباح الخير، منورنا. الحمد لله. نروح كمان لكابتن محمد حسين عبد العال مدرب الهوكي الارضي، ونرحب بيه ونقول له اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طب نبتدي منين الحكايه؟ عايزين نعرف البطوله دي ازاي ان احنا تاهلنا ليها. اتكلم مع كابتن وجدي ازاي تاهلنا ليها وازاي تم اختيار لاعبي المنتخب. هو مبدئيا البطوله دي اسمها بطوله الالعاب العالميه الشتويه، دي بتبقى كل 4 سنين. احنا بنبدا عشان نتاهل. التاهيل ده بيبقى مشاركه ان مصر كل فتره بفضل الله بتبقى اساسي في ميداليه ذهبيه، ان كان جري على الجليد او ان كان في الهوكي. بالنسبة بقى للولاد، احنا بنبقى عاملين تصفية من خلال المحافظات كلها، بنجيب الولاد من ألعاب القوى، بنعمل لهم اختبارات ومسابقات مع بعض كده، وبننقي منهم الأفضل، وبيبقى نظام القرعة. يعني في ناس بتبقى متفوقة في ألعاب معينة، يعني بيبقى في نظام القرعة وربنا بيكرم، هم دول اللي بنختارهم بيسافروا معانا. وآلاء عملت ايه في البطوله دي؟ آلاء بسم الله ما شاء الله، يعني جايبه ميداليه برونزيه في وجايبه ميداليه ذهب في تتابع 4 في 100، يعني جايبه ذهب وجايبه برونزيه. تمام، الله، حلوين قوي. طب ما خلينا نشوفها كده، نحاول ان احنا نركز عليها. مصطفى بعد اذن حضرتك كده نخش على ممكن ترفعي الميداليتين كده برضو دقيقه بس. كلميني بقى على الميداليتين دول، سهل الواحد يدوس على زرار كده يبقى بطل ولا بيطلع عينه او يتمرن؟ لا سهل الحمد لله. بجد؟ طب بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ كتير؟ كتير. ها، وتمرين جامد قوي ولا كويس؟ لا كانت كنت بتمرن كتير في النادي مع كابتن طارق ومع كابتن وقتي. تمام، وقولي لي انت شاطره في الدراسه ولا؟ لا شاطره. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه، شاطره، بعرف اقرا واكتب واطرح واقمع على الاله. برافو عليك، هايل. طيب الجري على الجليد ده مش صعب شويه؟ لا سهل الحمد لله، كنت بجري عليه بسهوله الحمد لله. اها تمام. لا والله دي حاجه جامده، يعني الواحد يجري على الجليد ده انا يعني مش متخيل المنظر يبقى عامل ازاي، واكيد صعب لينا احنا يمكن عشان احنا مش متمرنين كويس. بالنسبه لالاء طبعا انها تجري على الجليد تجيب لنا ميداليه وميداليه تانية، دي حاجه جامده جدا جدا. خلينا نروح ليوسف والهوكي. كلمه عضو منتخب مصر للهوكي كلمه جامده، مش سهل ان الواحد يخش الفريق مره واحده بفريق مصر منتخب مصر. عملت ايه واحكي لي كده عن تدريبك ويومك عامل ازاي؟ اولا يعني اول ما جالنا اختبارات في مركز شباب الجزيره رحت هناك عشان خاطر ان انا يعني هم كلمونا هناك في جمعيه نور الصباح عندنا، فقالوا لنا في اختبارات لعيبه الهوكي، فرحت هناك يعني رحت اختبرت، والحمد لله كابتن محمد حسين وكابتن احمد سمير شافوني واختاروني من ضمن الناس اللي كانوا معانا. فانا اول مره العب بهوكي وكده كان بالنسبه لي لعبه صعبه، والاصعب من كده ان انا بلعب باسم مصر، فلازم يعني كنت واخد الموضوع بجديه قوي ان انا داخل عشان اسم مصر، يعني اسم مصر حاجه كبيره جدا، وكان حلم عمري يعني ان انا اشرف مصر في اي لعبه. تمام. انا كنت بلعب العاب داخليه بس اللي هي مثلا طبعا الاتحاد مثلا بطوله الجمهوريه كاس مصر اللي هي الداخليه بس، فكان نفسي اشرف مصر يعني في بطوله عالميه. فانا وديك عملتها
اه الحمد لله. بس انا كنت طالع من هنا يعني، وكنت منزل صفحه، كنت منزل منشور على الفيسبوك، قلت ان شاء الله مش هرجع لو حلم مصر في ايديا، ولازم البطوله دي نجيبها ان شاء الله. كابتن محمد تعب معانا جدا جدا يعني، وبصراحه احنا يعني هم تعبوا معانا جدا هو كابتن احمد، والحمد لله قدرنا نثبتهم اللي احنا رجاله وجبنا البطوله الحمد لله يعني. تمام، وريني الميداليه كده ارفعها شويه عشان الناس تشوفها، حاجه جميله مشرفه بصراحه يعني. طيب كابتن محمد، عايزك تحكي لي اكتر عن خلق البطل، خلق فريق بطل، انك تعمل ابطال وانك تشارك في بطوله مش سهله، خصوصا العالم كله بيستعد لها كل 4 سنين، يعني المنافسه اكيد كانت صعبه يعني. ازاي قدرت بالفريق ده انك توصل لهذا الانجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل حاجه بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. احنا طبعا بنعمل ايفنتات بنجمع فيها الولاد في المرحله السنيه اللي هنشارك فيها في كل بطوله، فالحمد لله وشكر لله عملنا 3 ايفنتات، اخترنا نختار منهم حوالي 30 او 40 لعيب. ال 30 و 40 لعيب منهم في مواصفات معينه، لان طبعا لعبه الفلورو هوكي دي مش منتشره في معظم دول العالم، ولا طبعا منتشره في مصر، ان هي طبعا بتحتاج ادوات. الادوات دي مش متوفره في كل الدول او كل المحافظات. فاحنا طبعا بنختار الاول الاساس الشكل الجسماني للعيب اللي يقدر يفيدني، واقدر انا بعد كده بقى ابدا اثقل هذا الجسم بقى باللياقه البدنيه بالتمرينات والمهارات اللازمه، لان انا اخوض بيه بطوله دوليه زي دي. احنا الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا في 2009 شاركنا في امريكا الحمد لله رب العالمين، وجبنا الحمد لله مركز اول ذهب، وفي سوريا كان في بطوله العاب اقليميه في سوريا والحمد لله ربنا كرمنا برده وجبنا ذهب، والحمد لله والشكر لله في 2013 كنا في كوريا الجنوبيه وجبنا الحمد لله برده مركز اول ذهب الحمد لله والشكر لله، وربنا كرمنا ان احنا بنختار الولاد وبنقدر نمرنهم نعمل لهم خطه تدريب انا والكابتن احمد سمير، واحنا الحمد لله والشكر لله انا والكابتن احمد سمير حاصلين على كبير مدربي الفلورو هوكي في الشرق الاوسط. تمام، دي دوره تدريبيه احنا الحمد لله واخدين احنا الاثنين، وفضل الله ربنا يكرمنا كل بطوله بنسبه ان احنا الحمد لله والشكر لله قد المسؤوليه واختياراتنا بتبقى صحيحه، وبفضل الله بنجيب الميداليه الحمد لله اللي بنوع بيها شعب مصر وبنديها لشعب مصر طبعا. تمام، وده وان ده اللي يدل ان احنا بنختار من الاول رجاله عارفين يعني ايه طالعين يمثلوا البلد، التزام، احترام للتعليمات والقوانين، التزام لكلام المدربين، والحمد لله والشكر لله بنرجع بالميداليه. تمام، طب يعني في دعم من الدوله ليكوا، في اهتمام من وزاره الشباب والرياضه، كلمني عن الموضوع. محتاجين ايه؟ عايز اعرف الادوات اللي انتوا بتستخدموها في الفلور هوكي، طبعا حاجات مكلفه اكيد، فانتوا بتتعاملوا ازاي مع الحاجات دي ومين بيمولكم، بتمولوا نفسكم ازاي؟ والله حضرتك طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو طبعا في سنه 2014 البطوله الاقليميه اللي كانت في مصر هنا طبعا ساعدنا بتشريفه وافتتاحها وكان تحت رعايته، وبصراحه كان موفر لنا كل حاجه وقدر يخدمنا، مش يخدمنا احنا بس، خدم كل الوفود العربيه، ان هو امن الوفود العربيه طبعا في الفتره بتاعت 2014 حضرتك عارف كويس قوي البلد والظروف اللي كانت بتمر بيها البلد. وطبعا الحمد لله والشكر لله بيدعمنا برضو المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، الاستاذه الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي كانت مع الولاد هناك وجت وتصورت معاهم وقدمت لهم الدعم اللازم معنويا ووقفها مجرب مع الولاد وتتكلم معاهم، ده ادى احساس الولاد جامد جدا. طبعا ما ننساش دور الفنان العظيم الاستاذ حسين فهمي، صحيح، كان موجود معانا برده، وما ننساش دور سياده السفير المصري جه برده معانا هناك وقعد مع الولاد واتكلم معاهم. طبعا كل ده الولاد بيبقى امل حياتهم ان هم يشوفوا الشخصيات دي، هم بيسمعوا عنها في التلفزيون بس، فمره واحده بيلاقيها جنبه، فطبعا دي بتدي له دعم جامد جدا وبتدي له قوه ان هو لازم يحافظ. واحنا الحمد لله والشكر لله البطوله دي كانت بالنسبه لنا بطوله صعبه شويه، لان هم طبعا خلال التصنيف بتاعنا وتقسيم المجموعات حطوا لنا فرق عربيه محترمه جدا في اللعبه، احنا بنحترم فريق الامارات وبنحترم فريق الجزائر طبعا، فرق محترمه معانا وبنتمنى لها كل التوفيق، لكن طبعا الحمد لله والشكر لله برضو بفضل من ربنا وتركيز الولاد مع الكلام اللي احنا بنقوله ربنا كرمنا كسبنا الفرق الحمد لله والشكر لله، وطلعنا النهائي مع الامارات وكسبنا 2-1، والحمد لله والشكر لله على كل اللي ربنا بيجيبه. وطبعا احنا يعني سعداء جدا بحضراتكم ان انتوا بتستضيفونا هنا وبتهتموا للولاد، لان احنا كلنا مسعانا انا وكابتن وجدي والدكتور باسم ومؤسسه يونيفاي ايجيبت اللي مسؤوله وهي اللي بتوفر لنا وبتتيح لنا الفرصه على ان احنا نشارك في الحاجات دي كلها، ان احنا بنساعد الولاد دول، ان الفئه دي زي ما حضرتك عارف في البلد فئه يعني نقدر نقول ان هي مش ظاهره قوي على الساحه، لان طبعا انجازاتها وحركاتها ربنا يعين الدوله عليها فيه، احنا بنحاول من ناحيه نساعد الدوله ونساعد الولاد دول، وربنا يوفق ان شاء الله ونقدر نوصل لاحلى مناصب للولاد دول واحسن شغل
وده طبعا بفضل حضراتكم، احنا بنشكر حضراتكم جدا على استضافتكم لينا وعلى ان انتوا بتقولوا الاولاد. ده دور ماسبيرو ان احنا نركز على كل ما هو ايجابي وكل ما هو والله احنا شاكرين لحضراتكم جدا يا استاذ حاتم، شاكرين جدا. يعني ده بيتكم، ده لازم تطلعوا من خلالنا ربنا يخليكم للعالم كله وتكلموا شعب مصر العظيم وتقولوا احنا عملنا وعملنا وعملنا، وده شرف لينا على فكره وجودكم معانا. الله يخليك يا كابتن وجدي. يعني خليني ارجع معلش قبل ما اتكلم على انجازات الفريق الجري على الجليد، يعني اشرح لي لعبه الجري على الجليد عامله ازاي عشان بس مش عايزين يبقوا عارفين اكتر. هي كلعبه هي لعبه شاقه جدا على فكره، ومن خلال التمرين مع الولاد، لان احنا هنا طبعا بالنسبه لنا احنا ما عندناش جليد في مصر. وصحيح بتجيبوا الجليد من يعني بتتمرنوا فين؟ احنا بنتمرن بنستغل الاماكن اللي فيها رمال، يعني ممكن في الاهرامات، ممكن في على الشواطئ في اسكندريه مثلا، ممكن على الملاعب النجيله. هو الاول بس بيبداوا يجروا كجري، لان صعب ان هو يجري 100 متر و200 متر كالعاب قوه. بعد كده في جهاز هم بيجروا بيه، يعني في صور عند حضرتك لشكل الجهاز. أي. فهم ما بيلبسوا الجهاز، احنا بنتمرنهم بيه هنا على الرمله. هو لما فتره بقى بتاعتنا اللي بتفرق معانا لما بنوصل هناك قبل البطوله بيومين ثلاثه. دي الرهبه بتاعت ان الولد يبقى واقف على التلج دي بالنسبه له بتبقى صعبه جدا. طب انت بتعمل نقله غريبه جدا، يعني انت راجل بتتمرن على الرمله وبتركز على الثلاث ايام بس اللي قبل البطوله انك تنزل لعيبتك على الجليد، ورغم كده ما شاء الله الله اكبر بيجيبوا ميداليات. التركيبه صعبه يعني. هو ده توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر طبعا، يعني ده حاجه احنا بس النقله بيها. صعبه من الرمل والجليد. هو بقى احنا الفتره دي بنستغلها كويس جدا، ان الولاد مثلا بنمرنهم الصبح ونمرنهم تاني بعد الظهر، بحيث ان هو يتعود على ان هو هيبقى واقف وسط التلج ازاي، هيجري مع الفرق اللي حواليه ازاي، لان احنا كان معانا 107 دوله حوالي 1000 وشويه لاعب. مش بس الناس دي بتجري على الجليد على طول، عندهم جليد برضه. حضرتك في دول مثلا ممكن ما عندهاش جليد وبيبقوا موجودين معانا ولا ايه؟ هو ما اعرفش ما بيتمرنوا، بس احنا بنحاول نستغل كل اي حاجه طبيعيه بالنسبه لنا احنا هنا عشان نقدر نحقق انجاز لمصر دي مصر. طب لما انت بتعمل كده وبتجيب الميداليات دي وانت ما عندكش جليد تجري عليه، لو عندك جليد هتعمل ايه بالابطال اللي عندك دول؟ والله ما هو احنا بنتكلم في الشكل في الحاجه الواقعيه اللي احنا فيها. طب انت محتاج ايه؟ يعني محتاج ملاعب، محتاج اماكن تتخصص لك يتعمل لك فيها حاجه تتمرن عليها، يعني انا عايز اعرف انت محتاج هو ايه. هو مبدئيا البطوله دي بتبقى كل 4 سنين، فمن خلال كل 4 سنين يعني احنا بيبقى على ما بنبدا يبقى في اختيارات، وان احنا نجهز الولاد. احنا لو عندنا مكان هنا مساحه لحاجه زي كده ده هيبقى بالنسبه لنا انجاز عظيم جدا جدا. يعني احنا اللي عندنا في بطل في الشرقيه اسمه محمد عبده، ده جاب ميداليه ذهبيه في جري 100 متر وجاب ميداليه فضيه برضو في 200 متر، وبسم الله ما شاء الله الاء جايبه ميداليه برونزيه، وجايبين هم 4 في 100 تتابع. يعني حضرتك ولاد المصريين بيجروا تتابع، كل واحد بيجري 100 متر يسلم للتاني ويكمل، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى الاربعه جابوا ذهب ما شاء الله. طب عايزك برضه تكلمني على مستلزمات اللعبه، يعني بتحتاجوا ايه؟ يعني اللبس بيبقى شكله عامل ازاي؟ هل بتبقى الحذاء بيبقى عادي ولا حذاء معين او بتاع السكيتنج، يعني ايه؟ لا هو حذاء بيبقى عباره عن حاجه قدم كبيره كده، الولد بيحط اللاعب البطل بتاعنا ده بيحط القدم بتاعه وهو لابس كوتشي بتاعه بنربطها على رجليه كويس جدا، وبيبدا يتحرك بيها الاول، بنحاول ان احنا نخليه يمشي بيه الاول ده من تدريجيا كده، وبعدين يبدا ياخد خطوات ان هو يجري حاجه حاجه على اساس ان هو ما يخافش ما يقعش، فده بالنسبه له بيبقى حاجه كويسه جدا. مع الوقت بقى هو بيكتسب، يعني اول مره ممكن في التصنيف لما بيعملوا لهم تصنيف على اساس ان هم بياخدوا كل مستوى لوحده، الولد في الاول بتبقى فيه رهبه، بس هو بعد كده بقى الحمد لله لما بيخش هو حته ان هو بيمثل مصر ويكون ان حاطط قدامه احنا يعني زارعين فيهم كلهم ان انت لازم تجيب حاجه تشرب بيها بلدك وانت راجع، فكلهم عندهم روح المنافسه، عندهم روح الانتصار، عايزين بقدر الامكان ان هم يشرفوا بلدهم وهم راجعين، الناس تقابلهم ازاي، فده بالنسبه له بيخش بسم الله ما شاء الله بيخلص يعني، ومع التشجيع والحافز فالحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا اكرمنا كلنا الحمد لله رب العالمين. لا انا شايف الناس كلها عماله تعمل لك باي باي وانت قاعده، واللي عايز يتصور معاكي انت معروفه جامد قوي يا عم، انت في ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده ما شاء الله؟ قولي وانت بتجري كنت حاسه بايه؟ بتفكري في ايه وانت بتجري كده؟ كنت عايزه تجيبي الميداليه عشان ترفعي علم مصر ولا كنت بتفكري في ايه؟ لا كنت بفكر على اكسب ان شاء الله اكسب ميداليه الذهب ان شاء الله. تمام.
وجبت الميداليه واحساسك ايه لما جبت الميداليه بقى وريتيها؟ فرحت جدا وقلت تحيا مصر تحيا مصر. برافو عليك. ايوه ده هو ده اللي احنا عايزين نخلقه يا جماعه، تحيا مصر، الانتماء. شفتوا الرياضه بتعمل ايه؟ طيب سريعا يوسف، احلامك اللي جايه ايه؟ عايز احلام اكبر بقى من ان انت تجيب ميداليه ذهبيه في بطوله، عايزك توصل بقى لاكبر من كده، عايز توصل لايه؟ والله الحمد لله يعني انا بشكر ربنا على اللي انا وصلت له لغايه دلوقتي، وبتمنى من ربنا ان انا اشرف مصر في كل الالعاب اللي انا بحبها وكده، فنفسي اطلع بردك معاهم تاني برده في الهوكي، ونفسي اطلع برده تاني في الكوره لان هي اساس اللعبه بتاعت الكوره. تمام. فنفسي والله بصراحه ربنا يكرمنا برده اطلع معاهم بردك بطوله عالم في الكوره برده، ونحقق ميداليه لمصر برده. وانا سعيد جدا يعني ان انا حققت ميداليه لمصر، وشرف كبير ليا ان انا ابقى مع كباتن يعني في لعبه الهوكي، مع كابتن محمد حسين ومع كابتن احمد سمير. انا بيشرفني قوي اللي انا كنت معاهم، هم عملوا يعني يتعاملوا معانا جدا قوي اللي احنا نجيب بطوله زي دي، ومش متخيل الفرحه واحنا بنكسب الامارات 2-1. يعني هم كانوا بيلعبوا علينا جامد، فالحمد لله احنا كنا رجاله برده وثبتنا وجودنا برده عليهم وكسبناهم. يعني اتمنى من ربنا ان انا من كل سفريه اطلع بره ونكسب، اسجد لله سبحانه وتعالى في كل ارض بره يعني. واللي كان تعبني قوي هناك برده اللي انا ما كنتش بسمع اذان ربنا هناك، يعني ما سمعتش الاذان اللي احنا في الاردن. يعني الواحد يعني برضك ما فيش احسن من البلد، ما فيش احسن من مصر. تمام. والله العظيم بجد يعني على قد النظام هناك وكده، بس مصر برضك جواها والعيشه فيها يعني احسن من اي دوله في العالم كلها. ومن هنا يعني من قناه ثانيه بقول لاهل مصر كلهم ان مصر جامده، مصر جميله جدا لازم احافظ عليها. يعني اي حد بيفكر انه يخرب فيها اي حاجه، لا احنا بنقول لهم يا جماعه احنا لازم نحب بلدنا اكتر، لازم ندي بلدنا كل حاجه جميله عندنا، ولازم نثبت نفسنا اكتر للبلد. وانا بيشرفني بصراحه ان انا يعني ان انا مصري. ده كلام جميل، كلام جميل جدا. شفتوا الرياضه بتعمل ايه يا جماعه؟ طيب كابتن محمد، يعني كلمه اخيره تحب تقولها تقول ايه؟ احنا طبعا بنهدي الفوز ده لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب مصر، والولاد كان ليهم امنيه ان هو يعني يتكرم ويتعطف ويقابلهم، ان هم طبعا الحمد لله والشكر لله عملوا اللي عليهم ورفعوا اسم مصر عاليا في بين اكثر من 170 دوله، لان البطوله دي بيشارك فيها اكثر من 170 دوله. زائد ان احنا يعني بنطلب كده من باشمهندس خالد عبد العزيز ان هو يوفر لنا مراكز تدريب للولاد دول. تمام. لان طبعا احنا زي ما حضرتك عارف احنا الحمد لله والشكر لله كل بطوله بنخشها بفضل الله بنحقق مركز وبنجيب ميداليه وبنرفع اسم مصر عاليا. فاحنا بنطلب من حضرته ان هو بس يعني يحاول يساعدنا ان احنا نعمل مراكز تدريب للولاد ذوي القدرات الخاصه، لان دول فعلا قدرات تحترم وابطال زي ما حضرتك شايف. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان سياده الرئيس يلبي طلبهم، لان هم طبعا عايزين ان هم يقابلوه ويسلموا عليه. احنا عارفين ان هو مشغول، لكن برضه انا عارف كويس قوي ان هو قلبه كبير، وطبعا الاولاد دول هو قبل كده في 2014 قعد معاهم واتكلم معاهم وفتح لهم البطوله بتاعتهم وكانت تحت رعايته. وبنشكر حضرتك طبعا، وبنشكر البرنامج، وبنشكر مصر كلها لان هم طبعا دعمونا. كان في هناك الجاليه المصريه لما عرفوا ان احنا موجودين جم ووقفوا مع الولاد وساندوهم، ومش عايز اقول لحضرتك الولاد كانوا فرحانين قد ايه باولياء الامور اللي هناك. هم افتكروا ان دول اولياء امورهم هم. صحيح. بالاحضان بقى وبالبوس وعاملين ايه واخباركم ايه، مش محتاجين حاجه. فطبعا ده المصري مصري فعلا في طبعاً. كل مكان طبعا. والحمد لله والشكر لله، ونشكر حضرتكم طبعا، ونشكر البرنامج ونشكركم بجد، نورتونا وفخورين بيكم جدا جدا جدا. ربنا يخليك. جرعة إيجابية، جرعة حاجات حلوة كده على الصبح، لنا أن نفخر بكل شبابنا، إن شاء الله نفضل فخورين بيهم على طول ودايما يرفعوا راية مصر. وصلنا لنهاية فقرتنا، وهناخد فاصل ونرجع تاني نكمل برضو في الإيجابيات وفي المبادرات، ونشوف مع بعض كده مبادرة إن احنا نرجع نقرأ تاني كتاب، وإزاي نقدر نطور ونفكر كده في مناهج التعليم، إزاي نشد الطلبة إن هم يحبوا القراية تاني. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. يلا. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام.